Design of railway stringers. هنتكلم على اللودز والسترينج اكشنز المومنت وشير. تو سترينجرز بيبقوا شايلين تراك كامل، يبقى السترينجر الواحده شايله هاف تراك. الهاف تراك مكون من رانينج ريل وفي جارد ريل لحمايه القطر من السقوط، وفي طبعا السليبرز المحمله فوقها، وفي السترينجر بريسنج بالاضافه للانويت بتاع الاسترنجر نفسها. طيب اول حاجة الديد لودز، هنتكلم على الاوبن فلور. يبقى الويت اوف تراك، وزن السكة شامل طبعا الريل والجارد ريل والسليبرز، ده بيبقى حوالي 600 كيلو جرام على المتر الطولي. بالنسبة للسترينجر بتشيل قلنا نص التراك، يعني 600 × 2 يبقى 300 كيلو جرام على المتر الطولي. وزن الاسترينجر بريسنج حوالي 50 كيلو جرام على المتر الطولي، يبقى الاسترينجر الواحدة شايلة 25 كيلو جرام على المتر الطولي. الاون ويت اوف سترينجر من 100 لـ200 كيلو جرام، يبقى الديد لود يبقى 300 + 25 + 100 يدي 425، أو 300 + 25 + 200 يدي 525. وطبعا لو السبان كبير بناخد الاون ويت الكبير، لو السبان قليل بناخد الاون ويت القليل. نحسب بعد كده الام ديد ماكسيموم اللي هي دبليو ديد في اس سكوير على 8، والكيو ديد ماكسيموم اللي هي دبليو ديد في اس على 2. بالنسبة لللايف لود، الحمل القياسي طبقا لاخر كود للاحمال هو مجموعة من الاحمال المركزة بمقدار 25 طن، بينهم مسافات 1.6 متر، وحمل موزع ممتد إلى غير نهائي أو إلى مدى نهاية بيبعد 8 متر من الجهتين. الحمل ده هو الأكسل لود زي ما شايفين كده في الرسمة دي. الأكسل اللي هو حمل المحور بتاع القطر، يعني مجموع أحمال العجلتين، يبقى حمل العجلة هو نص الأكسل لود. يبقى ده اللي هنشتغل عليه على الاسترنجر الواحدة، نص الاكسل لود اللي هو 12.5 طن الاحمال المركزة، والحمل الموزع 4 طن على المتر الطولي. الشكل ده بيوضح الويل لود وهو على نازل على الريل، بيبقى شكله. لحساب الماكسيموم بيندنج مومنت نتيجة اللايف لود، طبعا معروف ان اللايف لود احمال متحركة. لو عندنا وان موفينج لود بيبقى البيندنج مومنت لو الحمل في المنطقة دي هيبقى بالشكل ده، طبعا ماكسيم بيندنج مومنت تحت الحمل على طول، هيبتدي الحمل يتحرك لغاية اما يوصل للمنتصف هتلاقي المومنت بيزيد. عند المنتصف هيكون المومنت اقصى ما يمكن، هيبتدي يتحرك الحمل، يبتدي المومنت يقل تاني وهكذا لغاية ما يبقى صفر لو الحمل عند السبورت. النقط بتاعت الماكسيموم دي لو وصلناها ببعض بتدينا حاجة اسمها البيندنج مومنت انفلوب، اللي هو ماكسيموم بيندنج مومنت او اقصى مومنت محتمل على الكاميرا نتيجة تحرك الاحمال. طبعا في الحالة بتاعت لو في تو بوينت لودز منهم مثلا حمل كبير وحمل صغير، مسافة بينهم مسافة ثابتة والحملين بيتحركوا، نقدر نجيب الحالة بتاعة الماكسيموم بيندنج مومنت بإننا نجيب الريزلتنت بتاعة تو فورسز ونشوف الفورس الكبيرة أو الأقرب للريزلتنت، ننصف المسافة بينها وبين الريزلتنت تبقى مسافة إكس على 2، خلي نقطة المنتصف دي مع منتصف السبان، وبكده يبقى احنا حطينا الاحمال في الاماكن اللي بتدي ماكسيمم بيندنج مومنت. في الحاله دي الماكسيمم بيندنج مومنت كفاليو بتبقى
تحت القوة الأقرب لمنتصف السبان. ده طبعا شكل الانفلوب في الحالة دي. معظم الحالات المحتملة عشان أجيب الماكسيم لايف لود بيندنج مومنت، هنقول أول حالة لو السبان طبعا قليل، طبعا ما فيش 1.6 متر، ولكن الرينج بتاعها من 1.6 ل 3.2 متر، ده البوسيبل رينج الحالة دي، إن يبقى فيه سنجل بوينت لود. طبعا ممكن يبقى سنجل بوينت لود فقط مفيش الحمل الموزع، ولكن عشان نزود الحمل بقدر الإمكان بندخل جزء من الحمل الموزع، يعني بدل ما اخد البوينت لود التاني مثلا او التالت، لا باخد بوينت لود الاولاني عشان يدخل جزء من الحمل الموزع بحيث يزود المومنت بقدر الإمكان. في الحالة دي بنعتبر ان الماكسيموم لما يكون بوينت لود في المنتصف. طبعا هنا لو اخدنا طبقنا طريقة الريزلتنت في حالة اليونيفورم لود بتبقى صعبة شوية، فمش يعني للتبسيط يبقى هناخد ايه تأثير اليونيفورم لود فقط في حساب المومنت مش في حساب مكان الاحمال. يبقى هفرض ان الحمل ده في المنتصف بالظبط، واجيب احسب بيندنج مومنت الام لايف ماكس. مش لازم ارسم بيندنج مومنت دياجرام، ولكن المطلوب بس احسب الايه البيندنج مومنت الماكس، هيبقى في النص، اجيبها بالانفلونس لاين بتاع المومنت على السترينجر، او اجيبها بالحسابات الاستراكشر العاديه خالص سمبل ستاتكس. طيب الام ديد في الحالة دي هيبقى برضو في المنتصف، هيبقى W ديد في S تربيع على التمن. الحالة التانية لما يكون السبان رينج أكبر شوية، يعني السبان من 2.4 ل 5.6 متر، يبقى هيدخل مجموعة أحمال مركزة أكتر. هنطبق هنا الحالة بتاعت المحصلة وأقرب فرصة ليها، هيدخل طبعا معانا اليونيفورم لود، ولكن مش هندخله في تحديد المسافة زي ما قلنا في الشريحة السابقة. يبقى هنا المسافة بتاعت المحصلة في المنتصف تبقى المسافة دي 8 من 10، هنصفها تبقى 4 من 10 متر، وخلي دي في منتصف الكاميرا، وحط الأحمال اللايف لود كده، عرفت المسافات بتاعتها. اقدر اجيب الايه العزوم، هيبقى العزم مع القوة تحت القوة الاكبر او الاقرب بمعنى اصح من منتصف الكاميرا الميد سبان. ممكن احسبها بطريقة الانفلونس دياجرام، ان انا اقول الانفلونس دياجرام للعزم تحت النقطة O اللي هو هيبقى ايه المسافة دي في المسافة دي على السبان كله. طب المسافة دي عبارة عن ايه؟ S على 2 ناقص 4 من 10. المسافة دي S على 2 زائد 4 من 10، السبان كله عبارة عن S كده. اقدر اجيب الاوردينت ده، اجيب بقية الاوردينت، يبقى اقول العزم اللايف لود هيساوي 12.5 في الاوردينت ده زائد 12.5 طن في الاوردينت ده زائد 4 طن على المتر طولي في مساحة المثلث اللي بالأسود. طيب بالنسبة للكورسبوندينج مومنت ديو تو ديد لود، في الحالة دي مش هيبقى في المنتصف اللي هي دبليو في اس تربيع على التمانية، لا هيبقى عبارة عن ايه الديد لود عبارة عن يونيفورم لود على كامل السبان. فهيبقى في الحالة دي أقدر أحسبه بقيمة اليونيفورم لود في الأريا بتاعت المثلث كله، يبقى نقدر اللي هي دبليو ديد في الأريا. هنقول إيه، طب الأريا عبارة عن إيه؟ نص في إس في الأوردينيت ده، هتطلع دبليو ديد في إس تربيع ناقص 8 من 10 تربيع على 8
لو يعني بسطنا المعادلة دي هتبقى W ديت في S تربيع 8 ناقص 8 بالمية W ديت. طيب الحالة دي ممكن نستخدمها بعد كده، اللي هي المعادلة دي. طيب الـ span range لو من 3.2 من 10 متر لـ 4.8 من 10 متر، هنا أقدر أحط 3 أحمال مركزة. طيب يبقى الحالة دي متداخلة مع الحالة اللي فاتت، يعني الحالة اللي فاتت كانت من 2.4 من 10 لـ 5.6 من 10 متر. يبقى ممكن عندي، لو أنا عندي كاميرا 5 متر أو 4.8 من 10 متر، أقدر أطبق عليها الحالة دي والحالة اللي فاتت، نشوف أيهم بتدي مومنت أكبر، ده اللي هستخدمه في الديزاين. طيب يبقى هنا هتبقى الحالة متماثلة، وأقدر أحسب طبعا هيبقى البيندنج مومنت الماكسيموم في الميد سبان بالظبط، والكورسبوندنج بيندنج مومنت دي تو ديد لود هتبقى W ديد في S تربيع على التربيع. السبان الرينج بتاعه أكبر شوية، يعني 4.8 من 10 إلى 6.4 من 10 متر، معانا برضو 3 أحمال مركزة، ولكن دخل معانا الـ Uniform Load. برضو هعتبر إن الماكسيموم في الميد سبان ده للتبسيط فقط، لأن لو دخلنا حسبنا حكاية الـ Resultant هنلاقي تأثير الـ Uniform Load بسيط جدا، وهنلاقي الفرق بسيط لا يتعدى 1 من 10 في القيمة النهائية للبندنج مومنت. ده برضو الـ M ديت كورسبوندنج هتساوي W ديت في S تربيع التانية، يعني بعتبر إن الحالة دي بالتقريب كده سيمتريك. الحالة الأخيرة لو الـ Span يعني بيتراوح من 5.6 من 10 لـ 7.2 من 10 متر، دخل هنا معانا 4 أحمال، نبتدي نطبق الطريقة بتاعت الماكسيموم لود. هيبقى عندنا هنجيب الريزلتنت برضو مسافة 8 من 10، هيبقى هنا 4 من 10 تتقسم، وخلي المنتصف ده في منتصف السبان، هيبقى الماكسيموم ناحية القوة الأقرب من الميد سبان. وأقدر ممكن يدخل معايا جزء من اليونيفورم لود. في الحالة دي لو دخل جزء من اليونيفورم لود هيبقى عندنا أقدر أحسب المومنت بالطريقة الاستاتيك العادية في المنطقة دي، وأجيب الـ M corresponding بالمعادلة اللي استنتجناها قبل كده. طيب بعد ما حسبت البندنج مومنت نتيجة الحالات المختلفة، نقدر نقول إن ممكن كل يعني لو عندي سترينجر بسبان معين ممكن ننطبق على حالة أو حالتين أو ثلاثة من الحالات السابقة، بنطبق الحالات دي اللي تنطبق كلها ونشوف الحالة اللي تدي أكبر قيمة، ودي اللي هنستخدمها في الديزاين. يعني أنا ممكن أحسب الـ M live لكذا حالة، حالتين أو ثلاثة، وأجيب الماكسيموم الماكسيموم في الثلاث حالات مثلا، وده اللي بستخدمه في الديزاين. طيب بالنسبة للحالات بتاعة الماكسيموم شير ديو تو لايف، لو أنا عندي السبان أكتر من 4.2 من 10 متر ممكن أطبق الحالة دي. طيب ليه مفيش upper limit؟ لأن الحالة دي ممكن أطبقها سبانز حتى لو جت 40 متر، يعني سبانز كبيرة. طيب هنا بعمل ايه؟ بخلي في 2 loads point loads والباقي بكمله uniform load. احسب الشير عند النقطة دي، او بمعنى اصح الرياكشن، لان الشير طبعا القوية دي هتتخصم من الشير، ولكن انا بعتبر انها ايه متزحزحة مسافة بسيطة جدا عن السبورت، بحيث يبقى الشير هو قيمة الرياكشن عند السبورت ده. طيب لو
لو السبان زاد شوية مثلا من 3.2 لأربعة متر، هيبقى أقدر أدخل 3 أحمال مركزة، وهيبقى برضو الشير إيه؟ طبعا ببدأ من السبورت، ويبقى الشير هو عبارة عن الرياكشن. طبعا عشان المسافات مدخلش معانا أي جزء من اليونيفورم لود زي ما هو باين من الشكل. أكتر من 4 متر هيبتدي يدخل معانا جزء من اليونيفورم لود بالإضافة للـ3 أحمال المركزة، وأقدر أحسب الشير. زاد بقى لأكتر من 4.8 إلى 5.6 متر. في الحالة دي هيبقى عندنا 4 أحمال دخلت على الكاميرا، وأقدر أحسب الشير بالشكل ده ومفيش يونيفورم لود. آخر حالة اللي هي السبان أكبر من 5.6 متر، دخل معانا 4 أحمال مركزة بالإضافة لجزء من اليونيفورم لود. أقدر أحسبها باستخدام الانفلونس لاين لير رياكشن عند السبورت الشمال. هنا طبعا 1 وهنا 0، وبوصل أكمل المثلث أقول الشير عبارة عن كل بوينت لود في الأوردينات اللي تحت هيبقى 12.5 × 1 زائد 12.5 × 1 وهكذا، هتطلع المعادلة الموضحة دي زائد اليونيفورم لود مضروب في المساحة بتاعت المثلث الصغير ده. ولكن ممكن أحسبها كرياكشن عادي وأحسب الشير. يبقى سواء استخدمت الطريقة دي أو استخدمت السيمبل ستاتيكس يبقى أقدر أحسب الماكسيمم شير. طيب إزاي بقى أحسب أو أختار الحالة اللي عندها الماكسيمم شير؟ إحنا شفنا الحالة الأولانية خالص كان السبان 2.4 متر أو أكبر، أو أكبر يعني ممكن قلنا توصل لغاية 10 متر 20 متر، طبعا مفيش سترينجر 20 متر ولكن يعني ممكن توصل لكده. طيب في الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي بشوف الحالة اللي تدي اللي عندها أكبر عدد من الأحمال المركزة على السبان بتاعي، يبقى أحاول وأنا ببتدي أرص كده أنا عارف المسافات بين الأحمال المركزة، أحط أول حمل مركز وأشوف المسافة تسمع، أحط حمل مركز تاني تالت رابع، يبقى دي الحالة اللي هتديني الماكسيمم شير، وأشوف اللي يتبقى أحط عليه اليونيفورم لود. تالت تأثير احنا حسبنا الديت وحسبنا اللايف، نشوف بقى تأثير او الديناميك افكت على البريدج اللي هو بيتمثل في الامباكت لود. طيب الامباكت لود ده طبعا نتيجة الصدمة بتاعة القطر على الريلز نتيجة الفايبريشن بتاع الاحمال او الموفينج لود يعني. طيب ده يجب ان هو يضاف لللايف لود فقط، يبقى هضرب اللايف لود في الامباكت فاكتور يديني الامباكت افكت. طيب في فاكتور اسمه فاي ده اسمه لايف لود دايناميك فاكتور. طيب الفاكتور ده له معادلة في الكود 0.73 زائد 2.16 على جذر ال اي ناقص 2 من 10. طبعا الـ2 من 10 مش تحت الجذر. طيب القيمة بتاعت الفاكتور ده بتتراوح من 1.1 لـ2، يعني لو قلت عن 1.1 هاخدها 1.1، لو زادت عن 2 هاخدها تساوي 2. الامباكت فاكتور بيساوي فاي ناقص 1، يبقى هنا الامباكت فاكتور اي هيساوي برضو الرينج بتاعه من 1 من 10 لـ1، ما يقلش عن 1 من 10 ما يزيدش عن 1 حتى لو المعادلة طلعت غير كده. طيب ال L I اللي موجود في المعادلة ده ال effective length for dynamic effect. طيب ال L I ده لو انا هصمم السترينجر انها simple span هيبقى بيساوي ال S زائد 3، يعني ال span بتاع السترينجر زائد 3 متر.
لان ال LID بتتاخد بالمتر. طيب لو هصممها continuous يبقى هيساوي 3 S. لو بصمم ال end bracket اللي هو على طرف الكوبري هتبقى 3.6 متر. القيم دي منصوص عليها في الكود، يعني القيم ستاندرد. طيب الديزاين سترينج اكشنز، يبقى بعد ما حسبت الديد لود واللايف لود والامباكت اقدر احسب الديزاين سترينج اكشنز. يبقى بغرض الديزاين يبقى الام ديزاين سواء ام ديد زائد ام لايف زائد ام امباكت. يعني ام ديد زائد ام لايف زائد تأثير الامباكت عبارة عن ايه؟ ام لايف في ار. يبقى المعادلة دي ممكن تبقى ام ديد زائد ام لايف في 1 زائد ار. طب 1 زائد اي هي الفاي، يبقى ام ديد زائد ام لايف في فاي. نفس الكلام بالنسبة للديزاين شير، هو كيو ديد زائد كيو لايف في فاي. طب لو انا بعمل تشيك على الفتيج، بالنسبة للفتيج بجيب الماكسيموم مومنت والمينيموم مومنت. الماكسيموم مومنت في الحالة دي هي الام ديزاين، المينيمم مومنت هي الام ديت.